الملائكة عالم غيبي، الملائكة خلقت من نور كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، ثم قال: وأما آدم فمما وصف لكم. ومن ثم فإن فيه ردا على الصوفية الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه خلق من نور، فإن في هذا معارضة لهذه النصوص وما جاء من أحاديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإنها أحاديث لا تصح. فهم خلقوا من نور وهم عباد مكرمون يفعلون ما أمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى مبينا أنه يصطفي رسلا من الملائكة، قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس،